مساء الخير مشاهدينا، تحية مميزة لكل من انضم لنا على روتانا خليجية في هذه الأجواء المميزة من استوديوهاتنا في أبوظبي. وفي هذا الجو الحلو راح تكون عندنا فقرات متعددة، بنتعرف اليوم على تفاصيل المعرض الدولي للتعليم في الشارقة، وبنستضيف الممثلة الإماراتية بدرية أحمد. هذه فقراتنا اللي راح تكون من استوديوهاتنا في أبوظبي، لكن في بداية الحلقة أمسي على زميلاتي في جدة والرياض وأعرف شنو عندهم فقرات. مساء الخير جيهان. مساء الخير هدى، أجواءكم جميلة اليوم، يجعلها إن شاء الله مطر بركة وخير على كل أهل الإمارات إن شاء الله، وعقبالنا إحنا كمان. اليوم من جدة عندنا موضوع شوية حساس، اللي هو كيفية التعامل مع الأطفال من الزواج الثاني. هذه في إحدى فقراتنا، أما باقي الفقرات نتعرف عليها مع زميلة خلود بعد أن أمسي عليها. مساء الخير خلود. يسعد مساكي جيهان، ومساء كل من تابعنا عبر شاشة روتانا خليجية، وتحديدا برنامج سيدتي. بعد ما ذكرت زميلتي جيهان مشاهدي الكرام فقرتنا الأولى اللي هي تعتبر فقرة اجتماعية بحتة، هنتكلم عن فقرتنا الثانية اللي هي برضو من جدة، هنتكلم فيها عن اقتحام جديد، دخول جديد إلى عالم جديد يعتبر للمرأة السعودية، وعالم تشريح الحيوانات. طبعا احنا حابين نتعرف على هذا الموضوع، لكن بالبداية أمسي على زميلتنا العزيزة رنيم القبش برياض. يسعد مساك يا رنيم. شكرا، يا مساء الخير لجيهان وخلود، وطبعا لمشاهدينا الكرام متابعي سيدتي في كل مكان واللي انضموا لشاشة روتانا خليجية. اليوم من الرياض نتحدث عن دراسة غريبة لكنها أكيد خبر إيجابي ومهم جدا لمحبي البرجر. هذه الدراسة توصلت إلى أن البرجر يحتوي على سعرات حرارية أقل من السلطة. التفاصيل خلال الحلقة، لكن الآن نرجع إلى أبو ظبي نمسي على هدى والجميع بالخير ونبدأ فقرات سيدتي لليوم. مساء الخير يا هدى. مساء الخير والسرور يا رنيم، يعطيك ألف عافية. ورنيم دائما أحب أذكر مشاهدينا في بداية كل حلقة أنهم إذا ما قدروا يشوفون الحلقات على روتانا خليجية يقدرون يشوفونها على صفحة اليوتيوب الظاهرة الحين على الشاشة. ودائما مشاهدينا ما وصيكم تتفاعلوا معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك وحسابنا على تويتر وإنستغرام. والحين جولة سريعة جدا على أهم عناوين حلقة اليوم. في سيدتي اليوم، هل يقع الأولاد ضحية الزواج الثاني؟ معرض دولي في الشارقة يجمع 150 مؤسسة تعليمية. انتشال جثة لما الروجي من البئر بعد 48 يوما من سقوطها. هل يحتوي البرجر على سعرات أقل من السلطة؟ تسريحة الشعر الطويل الخاصة بالعروس. لقاء خاص للممثلة بدرية أحمد. مشاهدينا، كانت هذه أبرز عناوين فقراتنا لليوم. ومثل ما تعرفون يصدر العدد الجديد من مجلة سيدتي كل يوم سبت، وتقرؤون فيه لهذا الأسبوع طلبة يتعاطون عقاقير للاسترخاء ظاهرة في مدارس الإمارات والمدراء لا يبلغون. التحرش بطالبات الجامعات قضية شغلت الرأي العام الكويتي. أزواج نكديون في البيت ويستظرفون في الأماكن العامة عندما يعاكسون. تعرفي سيدتي على ألوان المكياج الخاصة ببشرتك، وأهم الرياضات المنزلية الحارقة للدهون. وفي شاتينج روم فتاة تسأل: طلبت مني الحب وأنا بنت مثلها، فكيف أتصرف؟ وفي حبايبنا اليوم في مجلة سيدتي: كيف تضبطين تصرفات طفلك في المكان العام؟ وضمن هذا العدد حملة سيدتي ضد السمنة، نتعرف من خلالها على معدلات السمنة في البلدان العربية وأهم أسبابها. طبعا مشاهدينا، المزيد من التفاصيل ترقبونا غدا مع ضيفة من فريق عمل سيدتي عشان تخبرنا أكثر عن الموضوع وعن جديد حملة السمنة عفوا. والحين مشاهدينا بننتقل لموضوع حلقتنا الأول، وهو زواج السيدة من الرجل لديه أطفال من زواج سابق. طبعا هذا الموضوع رح يسبب بعض المشاكل العائلية، خاصة إذا كانت المرأة عندها أطفال أيضا. هذا الموضوع رح يتناقش فيه جيهان وخلود في جدة. إليك خلود. شكرا لك يا هدى. بالفعل زي ما ذكرنا في المقدمة، موضوعنا الأول حيكون موضوع اجتماعي بحت، فلما نتكلم عن زواج الرجل بامرأة أخرى يعني الموضوع هذا ما حيكون جاء من فراغ، أكيد له أسبابه. لكن بالتالي إحنا
يعني عارفين كلنا عارفين انه هذا الموضوع منتشر مش بس في مجتمعاتنا السعوديه ولا الخليجيه، منتشر في المجتمع العربي بشكل عام، لكن السؤال يطرح نفسه، ايش تبعات هذا الموضوع؟ ايش ايجابياته وايش سلبياته؟ صحيح خلود، الموضوع منتشر بشده، وكمان احد هذه التبعيات اللي انت حضرتك يعني تفضلتي وتكلمتي عنها انه بيكون في زوج متزوج قبل كده وعنده أولاد من الزوجة السابقة. التبعيات بتيجي مع تعامل المرأة الجديدة أو الزوجة الجديدة مع هدول الأطفال. هدول الأطفال يعني هم ما لهم ذنب في الأخير، ولكن للأسف الدراما العربية ما زالت ويعني منذ الأزل بتصور لنا هذه العلاقة بين زوجة الأب والأطفال بدراما وبمأساة فظيعة، وحتى صارت يعني كلمتنا الشهيرة أو عبارتنا الشهيرة اللي تمثل المعاملة السيئة هي زوجة الأب. خلينا نشوف التقرير التالي اللي يوضح لنا شوية عن هذه العلاقة ونرجع للحديث. عندما يقرر شخص ما الارتباط للمرة الثانية فإن هذا الزواج يكون مبنيا أساسا على أمر آخر وهو زواج سابق، وإذا كان لدى الزوج أولاد فإن المتاعب تتضاعف، حيث أشارت آخر الدراسات بأن نجاح الزواج الثاني وتوافق أبناء الزوجين في العائلة الجديدة يتوقف على نضج الزوجين وإحساسهما بالمسؤولية، فالعائلة الجديدة معرضة لمشاكل قد تقع بين الزوجة الجديدة والأولاد. وقت تزوجت وليد عرفت انه عنده اولاد من زواج سابق كان له، وما كان عندي ردة فعل، قبلت الموضوع عادي. بالنسبة لتمهيد للاولاد، انا لما تزوجت المرأة الثانية كان اولادي صغار، فما كان في عندي تمهيد للاولاد بهيك امر. مثلا انه ترك امي وهيك تجوز مرة ثانية، انه هيك كأي طفل يعني بحس قدام مرة بيو. يعني أنا مع البنت رفق أنا وياها، بتفهم علي وبفهم عليا، وصحبة منسهر سوا وبنظهر سوا وبنقعد بالمطبخ نعمل أشياء. الصبي صراحة لأنه في عمر معين يعني بصير قصص ومشاكل وهي، بس قلبه كتير طيب وبنرجع عادي بالبيت كأنه ما في شيء. كان حاسس أنه بده يصير في مشكلة طبعا لما بكون الولد عايش بين أمه وأبوه، فجأة بصير يا مع أمه يا مع أبوه، أكيد في مشكلة. بس يعني شيء عادة لما بكون واحد واقع بمشكلة كبيرة بيختار طريق، وأنا اخترت طريق والحمد لله أولادي كبروا معي، أمه موجودة واحترامي لأمه موجود وإن احترامه لأمه موجودة، بده بالنهاية اسمه ونصيب. أنا ما إنه ما عادي، ما في شيء يعني، ضلت حياتي مثل ما هي، ما في شيء تغير بالنسبة لي، بس إنه في بضل بنفس البيت إنه ما بشوف أمي معي، خلص بشوف وحدة تانية هي اسمها مرت بي، عادي إنه في عادي وبطلع من البيت، ما كان في شيء، عايش حياتي عادية. أنا وخالد صراحة عطول مع بعض بالبيت، وبيعلى صوتي عليه وبيعلى صوته علي، بس بالنهاية بنرجع بنقعد مع بعض وبنجتمع كعائلة واحدة وبنناقش الموضوع مع وليد وبنرجع بنحل القصة. إنه بتصير كل المشاكل مثلا إنه برتب أوضة وهيك، مثلا لا بضرب خيي، برجع بتيجي بس يجي بابا بتقله برجع بابا بحل بيناتنا وهيك، إنه ما في شيء إنه بصير كبير وهيك. بحب كون عادل أمرار، يعني ما بحب كون أظلم لا أولادي لا أظلم مرتي. أمرار الولد بكون معه حق، بحكي مع مرتي بقول إنه هذا بالنهاية ولد من أولادي، وهذا منه كان باين إنه مثلا زعجك لشيء لغيره، هذا ولد وهذا أولادي ما في نستغني عنهم. بتتفهمني هي بعض الأحيان يعني بيعلى الدوزة شوي، بضطر نعلي الدوزة إن كانت مع مرتي ولا مع أولادي. عانيت مشكلة أول طريق لأنه كمان تزوجتها صغيرة ما كبيرة كتير، وصار عندنا مشكلة بين الأولاد وهيك، بعدين ترك لجنة الأمور. أنا بنصح كل رجال عنده هيك تجربة أنه يكون عادل مع أولاده ومع مرته، ويعرف كيف يحل المشاكل. دائما المشاكل بدها فن بحلها، ما يكون في تعصيب، ما يكون في ضغط كبير على الأولاد ولا الضغط على المرأة. إن شاء
مشاهدينا الكرام، شفنا التقرير وحابين نتحدث عن هذه الصورة النمطية اللي معروفة أو متاخذة عن مرآة الأب. هل هي فعلا قاسية أو ممكن نغير النظرة هذه من خلال ضيفتنا بالاستوديو اللي حتفيدنا أكثر من موضوع، المستشارة النفسية والأسرية الدكتورة نادية نصر. يسعد مساكي دكتورة. يسعد مساكي ويسعد مساكي جهان، أهلا وسهلا فيكي عودة حميدة. الله يخليك. من مسي كمان على المشاهدين والمشاهدات. أهلا وسهلا فيكي دكتورة نادية. يعني دائما إحنا بنسمع مرآة الأب، قسوة مرآة الأب، ودائما لما نحب نمزح نقول يا الله فلانة فيها حنية مرآة الأب. أيوة صحيح. فدائما مرآة الأب دائما نمط قاسي، حجر كده صلب، أحد ما بيعرف إلا يعذب. يعني هل فعلا هذا الواقع؟ والله شوفي يا خلود، إحنا عندنا الثقافة اللي إحنا نأخذها عن زوجة الأب منتشرة في المجتمع، ومش بس مجتمعنا يعني حتى في المجتمعات الغربية، إنه زوجة الأب دي معروفة إنه هي حاجة الوحش الكسف مثل ما يقولوا. أيوة من الغيرة طبعا، بأنه بتدخل بتغار من الأولاد والأولاد يغاروا منها، أنه هي جاية تأخذ الأبو، أنه كمان العيال دول حياخدوا منها، وأن هي كترسمة على زوج يكون لها فقط وحدها. فسبحان الله أصبحت متداولة ثقافة مرت الأب وكذا، أنه هي حتى لو كانت كويسة وتقول إنها كويسة تقول لك لا مستحيل أنت غلطانة. فلذلك الفكرة موجودة، يعني بيتربى عليها أجيال وأجيال، وبعض منهم يعني الله يهديهم إنهم بيعطوا الفكرة والانطباع فعلا السيء عن زوجة الأب. أيوة يعني حتى اللي ما تبغى تكون شريرة لما تتفرج على أفلام تقول لا أنا فيها شيء غلط لازم أبقى شريرة، فتأخذ الطبع بالمعاملة. بس هو الأغلب يعني الشريرة بتكون، لا دي نشوفي غالبا إيوة كان في الأول، ولكن الآن اللي في الوقت اللي نحن فيه بدأوا شريرة، بس الأطفال ما بيتقبلوا صراحة، أحيانا بتفسر غلط، أحيانا بيكون الأطفال دولي مش هم فكرتهم، ولكن فكرة ما وراءهم من الكبار كل الصغار هم الشريرين من أهل الأم. يعني أحيانا هم اللي يكونوا أزينها، ولكن يقولوا سوت لنا وسوت لنا، عشان إيش؟ إنه هم مثل ما تقولي ينتقموا منها أو يضعوها في الفخ ويصدقوا للأسف، وبتدخل فيها عوامل كثير اللي جعلها كده. يعني ممكن إنه هم نفس الأهل. دكتورة نادية، يعني إحنا لما سمعنا في التقرير سمعنا المسكين الأب المسكين حيتقطع بين الأولاد والأيوه، هو بيقول لك إنه المعاملة في الأخير فن، وإنه عشان توصل للسعادة لازم تخطط ولازم يعني صحيح. هل الأب مطالب يعني هو في الأخير الأب هو مسكين، هو اللي في الوسط مطالب يعني طبعاً. أوكي ما أعرف هو مسكين ولا هو مسكين الله أعلم، بس هو مطالب. ما تعتقد إنه مسكين؟ لا يعني ما تعرفي يعني إذا من جد ممكن الست لما تطلق يقول لك لا ما تتزوجي مرة ثانية عشان تقعد تربي عيالك، هذاك يقول له على طول روح تزوج. صحيح. فلو تزوج كيف إحنا يعني خلاص الدمج is done، بس إحنا هنا عشان نلاقي الحلول. أيوة. كيف ممكن الأب هذا يتعامل بطريقة يعني أكثر طريقة إيجابية عشان يلاقي طريق صحية في الوسط، أيوة علاقة صحية بين الاثنين؟ صحيح. شوفي كلامك زي ما قلتي أنت، إنه التقرير قال لك إنه المعاملة دي فن فعلا. فهو مفروض إنه لو جم الأولاد اشتكونه من الزوجة دي يسمعهم، يعني ما يصد. أيوة. يسمع حتى لو إنه أحيانا الآباء بيستشفوا إن أولادهم دولي فيهم شوية كذب يعني من الغيرة عما يحكوا أي كلام، فهو يستشف من كلامهم، ولكن يسمعهم أهم حاجة، يسمعهم عشان لا يكرهوها. أي بالضبط، ولا إنه هم كمان يبنوا عنه ويكرهوه هو بنفسه، إنه يقول لك كمان هو تغير هي السبب، بينما هو لا، ممكن بيكون بيربيهم بنفس الطريقة اللي كانت قبل الزوجة ما تيجي، لكن هم راح ياخدوا نفس الطريقة دي، لا إنه تغير، لا إنه تبدل. هو يكون هنا عنده الفن في الوصلة، يسمعهم للنهاية ويسمعها هي كمان للنهاية، ويقيم الأمور بينه وبين نفسه مع أولاده، ويبدأ يحببهم في بعض. مفروض أنه هو يكون حمامة السلام زي ما يقول. طب دكتور، يعني صارت الخلافات، يعني إحنا بنتكلم على بيوت، يعني ما أدري إحنا طبيعتنا كشعب عربي إحنا حارين بنتضارب مع بعض كتير مع دبان وجهنا بالضبط. ركزي على الدبان الله يخليك في الوقت اللي إحنا فيه ده. من جد البوينت إنه إحنا عندنا مشاكل كتير، إحنا دائماً بنستثار من أي نقطة، فبالتالي حصلت الكارثة وحصلت المشاكل، وصار الشرخ اللي أنت حضرتك عارفاه كويس اللي هو بين المرات الأب والأبناء. ممكن الأم يكون لها دور كبير. مرة كبير أكيد. أم الأبناء، فبالتالي زي ما قالت جيهان في واحد غلبان في النص لازم بيتقطع. بيتقطع لازم بالضبط، فلازم ده يكون له حلول خلاص دي جذرية. إيش الحلول الجذرية؟ هل
آخر شيء يلجأ له إنه هو مثلاً يسيب الزوجة الثانية؟ إيش الحل إذا كان شرخ كبير؟ شرخ كبير حصل. شوفي هو إذا كان حاببها من الأول وهي تزوجت على أساس إن هي عارفة وضعه وعارفة إنه هذا بني آدم عنده أولاد، هي ما أقبلت عليه إنه هو فاضي، لا هي أقبلت وعارفة هذا الشيء. فأنا من أي زوجة أب أو زوجة ثانية بدها تدخل على أطفال يعتمد كمان ترى سن الأطفال، هل هي دخلت عليهم صغار هذه بتكون نص مصيبة لأن هي بتربيهم فبتعودهم على طباعها. أيوة دكتور، بس لكن لما يكونوا أكبر شوية بيحصل تصادم. أنت داخلة معاك زي ما تقولي شنطة كده، شنطة الدكتور إيش بيحط فيها السماعة والدواء والمش عارف إيه، هي تكون داخلة عاملة حسابها. دكتور معلش أنا حتوقف، قد ما هي تحاول تصلح في احد من وراء الكواليس بيخرب. اكيد اكيد انا هنا كيف لازم يتصرف. ما هي دحين اذا دخلت زي ما قلنا حاولت ان هي تكسبهم، اول مكسب تبقى تكسبهم لا تجيب سيره امهم، يعني ما تقول وما تقارن وما تقول هذا الكلام اللي انتوا مع امكم لا ما يصير معايا، لا تجيب سيره الام. ولكن تعودهم على طريقتها هي في ولا الاول ولا للزوج كمان شويه شويه، ولا للزوج انه انت كنت تقول كده، لا هذا عند مرتك الاولى اللي تقول الكلام ده مش عندي انا. عارفه كتر ذكر الزوجه الاولى هيخليهم ضد وليس مع. طب ما الاولاد لهم ولا دائما لكلام امهم، لا هي تتفق هنا مع الابو انه انا يعني لما تشوفني معاهم وانا بحاول انه انا اربي وبضع لهم قوانين معينه، انت مثلا هنا في الحته دي تدخل في الحته دي لا تتدخل، ويكون عنده علم مسبق. صحيح. بلاش تفاجئ الاب انه انا سويت شيء مثلا الاولاد قدامه يقوم ينفزع منه. وهي تكون قصدها تربوي وليس قصدها قسوه يعني. طب دكتوره ناديه، هل انت تنصحي انه يكون في علاقه بين الزوجه الجديده وبين الام في تربيه الاولاد؟ يعني هل ممكن تصير هذه اصلا؟ بتصير في بعض الزوجات بيكونوا متفاهمين جدا، وخصوصا لما تكون الزوجه الاولى قدها تزوجت، لانه خصوصا لما يكون دكتوره ناديه بيكون في زياره يعني من الاولاد للأم. للام، فعشان لا يتلخبط عليهم كمان اسلوب التربيه. لا في كثير بتصير لما تكون هي الام قدها متزوجه وكمان الزوجه الجديده متفاهمه، فبتتصل مثلا تقول لها يعني كيف اتعامل معهم في النقطه دي في النقطه دي في كذا، انت ايش رايك في كذا، ترى دول اولادك وانت اي وقت ارفع عليه سماعه قولي لي كيف طريقه مذاكرتهم كيف نومهم كيف وقت ما هم مثلا يصمموا على شيء اراضي ما اراضي بردك امك. شوفي لو خلتها في الصوره معاها وفعلا صار بينهم وئام، هذا يعني حتكون كسبه الاولاد 100%. صحيح. والزوج المتقطع ده حيريح باله ويرتاح جدا، يسلمها زمام الامور بالضبط ويترك لها كل شيء. يعني احنا بنتمنى زي ما قلت لك، ولكن ثقافه مرت الاب عندنا الزوجه الثانيه. اخر سؤال بس دكتور على السريع، اذا وجود ابناء الست الزوجه الجديده خلفت ابناء اوكي ابناء منها وابناء من الزوج الزوجه السابقه، كيف ممكن تكون الافراد الاسره هذه؟ هل ممكن ان يكون بيتعاملوا مع بعض كانهم اخوات اشقاء، ولا حيكون برضو العوامل الخارجيه شغاله؟ شوفي اذا هي خلفت بيكون في شويه غيره ومش عارف ايش، لكن اخوان اصليين من دم، اخوان من الاب وما في اثنين ثلاثه. بس احيانا هي بتكون عندها اولاد من الخارج. نحن في مجتمعنا السعودي اساسا يعني الاولاد للابو، فهي بتيجي خالصه يعني ممكن عيالها يزوروها، ممكن ان هي تزورهم عند بيت امها عند كذا، مش ضروري تدمجهم مع الاولاد. ايوه ابدا انا ما اشوفها صحيه ابدا، ودي اختك ودي اختك. لا اوكي خليهم اصحاب يتقابلوا برا. صحيح. اذا صح لهم الدمج اكثر انهم ينفصلوا بالمسكن. لا لا هي قصدها ترفي، قصدها على لو هي الزوجه كان عندها اولاد من، واحنا عندنا نوعين، النوع اللي خلفت والنوع اللي هي والله عندنا انواع كثير. جت معاها اولادها، بس اولادها دول بيزوروها، فانا افضل انه هي يعني تكون في بيت والدتها، مش ضروري ان ادمجهم. صح. مع اولاد الزوج. صح. 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 اوكي فليكونوا هم فقط مع اخوانهم اللي من الابو اللي هم يكونوا اصحاب، بس لا تقعد تقول لهم لكن ممكن انه يشوفوا أخوان. بعض. صح. في بيكنيك في ينجمعوا برا كذا، مش ضروري انه انا ملزمه دي المجموعه بدي المجموعه. ايش رايك دكتور الناجي؟ هنا بيصير مشاكل. لا عجبتني، حسستني ان احنا في هولندا. والله يا دكتور الناجي احنا يعني بصراحه زي ما قلت الموضوع ده مره شيق ومره مهم. صحيح. جهان لانه احنا بنتكلم عن موضوع مجتمع طبعا في داخله في مشاكل ستات في بعض، غيره ستات فتسلط اولادي على اولادي. حرام اللي بيروحوا في الاولاد اللي بيروحوا بالاخير بالنهايه يعني يعني الا ما يجي اولاد اشقاء او اخوان لهذول الاولاد، فبالتالي يعني لو يتربوا ببيئه صحيه اكثر يكون النتيجه احسن ان شاء الله. طبعا شكرا لك دكتوره نادي على هذا اللقاء الشيق، وان شاء الله لنا لقاءات اخرى. شكرا لك. إذا مشاهدينا الكرام بعد هذه الفقرة الاجتماعية ما زالت فقرات سيدتي مستمرة، ولكن بعد هذا الفاصل خليكم معنا.
مجلة سيدتي لكل امرأة تريد أن تجدد أنوثتها، شخصيتها وأيامها. سيدتي، عالمك في مجلة. سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. أنت متفوقة معها والطموحة معها. أنت السعيدة معها، الرابحة معها، معها أنت الشابة الدائمة. سيدتي، سيدة المجلات العربية. في سيدتي بعد الفاصل، معرض دولي في الشارقة يجمع 150 مؤسسة تعليمية.